شاء الله المحل جديد ها؟ ايه لا شو جديد له 5 سنين. 5 سنين؟ ايه معليش انا اول مرة اجي بس حلو الصور هذه انت تصلحوا نفس الستايلات اللي كل الستايلات هلا شايف الستايل هذا والستايل هذا؟ ايوه انا جامعهم عامل هيك جامعة الدولة العربية سكسوكة الو ايه ايه كيف شو اخبارك ماشي الحال شلون اي حيوان قال لك ايه ايه لا حبيبي هذا كذاب ايه وحد الله يا زلمه ايه والله العظيم ما حكيت هالكلمتين كلهم على بعض ايه لا حبيبي هذا واحد كذاب انا عم اقول لك هذا واحد كذاب يعني يا بدك تصدق يا بدك تصدقه وحد الله ايه لحظه سكسوكي خلي لك اياها ايه شكشوك اه سكسوكي ايه ايه شلون لك ما قلت لك المحامي هذا بالذات ما تروح لعنده يا اخي هذا كذاب يا اخي كذاب هذا واحد ما بصدقه لك يا زلمه اخر مره انا قعدت عند المحامي هذا احزر مين اتصل فيه اتصل فيه ابو شريك وشو قال له؟ والله لك عم اسمعه انا عم اسمعه قسما بالله العظيم هلا لو اني شايفه غير اشلخ وشه شلخ يا زلمه غير طلع له عينه وحمل له اياها بايده لا كذب كذب هالحكي بنوب لك وين رايح تعال هون؟ شلون؟ لك يا زلمه لك الورثه هي لالنا هي الورثه لالنا حبيبي اسمع بتقول لأمك بتقول لأمك خالد هيك عم يقول ماشي وإذا بيت حماك بتوطوط عندهم تاني مرة ولا بشوفك قاعد هنيك والله العظيم غير اشتغل شل خدك تاني لك وين عم تنزل اطلع لفوق مو انت شلون لك يا زلمة ولك مشان الله حاج ايه حاج يا لك تعال هو وين رايح لك مو ايه هي مرتي وانا حر يا اخي لا حدا يفوت بيني وبين مرتي مشان الله ما بدي حدا يفوت بيني وبين مرتي لا تعصبني هلا ها لا مشان الله ما تحكي معي الحكي هذا لك اطلع لفوق وين نازل لتحت اطلع ماشي ايه شلون ولك يحرق شيطانك ولك ما قلت لك لا تبيع السياره لشو بيعها لك لشو بكره بتروح ترجعها بكره بتروح بترجع لك وين رايح تعال هو ايه خلاص ماشي ولك حل عني خلاص والله العظيم مالي خلق اسمعك لك اطلع لفوق اطلع يلا حبيبنا يلا احيط حط لك كالونيا ها حط لك كالونيا ايه لا 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 شكرا لا لازم لك كالونيا لا لا شكرا لازم لك كالونيا نعيمان شكرا نعيمان كم حسابك 250 ليش ان شاء الله واجد شلون اوكي 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 كم 250 لك شو صار لك؟ خذ هذه 500 ايه باقي لك الله يخليك تعاك اليوم ها ان شاء الله شو هالزباين هاي